خليل الله يخليك، لا تخليها تروح لعنا، انا بعرف انه هي رح تاذي، انا بعرف انا شو هي. خليل روق ما عاد يلي روق بقى، خصوصا انت كل شيء صار معنا بسببك. شو قصتك معي؟ شو بيك؟ لا بقى بكفي، خلص ما بقى تصرخوا. اي ضرر، انا بس عجلت الموضوع، الخبر كان رح ينتشر بكل الاحوال، اذا مش اليوم بكره، وبعدين انا حظي هيك الزلمه دق لي وسالني الي. خليل على ما يبدو انت بهالفتره مانك منيح، فانا برايي تاخذ اجازه ترتاح كم يوم. انا عم بحكي مع خيي، انت شو دخلك حبيبي؟ دخلني لانه انت سببت ضرر للشركه كثير كبير. اوكي، متقاسمين الحكي مع بعض، متفقين مين بيحكي مين بيكمل مين بيهجم. خليل كيف ما بيبرم الدولاب الاولاني بيلحقوا البقيه، وانت بتعرف هيدا الشيء لانه هو حكياتك. كان لازم تعرفي كثير منيح من ردة فعل ابنك الكبير شو كان رح يكون راينا نحن. هالمره السياره ما رح تمشي بالاتجاه اللي انت بدك اياه، هالمره ما في ولا دولاب رح تدري على ذوقك. انا بعرف كثير منيح كيف بتفكري، بس هالمره مستحيل. يا الله ما اغلطك خليل، وقت مزحك هلا؟ ولا مرة كنت جد هالقد. أنا يا بدي طلق. أنت مستوعب شو عم بتقول؟ أصلاً نحن ما فينا نطلق. معك حق. ما بعرف شو لازم اقول لك. ولا انا، بس الحمد لله اثنيناتهم عايشين، هذا اهم شيء. ادم، انا بدي وقت لاستوعب اللي صار. يلا ما هي بتحكيني ديو؟ لكن انا رح فوت وانتو خذوا راحتكم. اوكي، شو فكرك عم تعملي؟ ليه رحت لعندها على الشغل وعلقتي فيها للبنت؟ دغري خبرتك؟ مو على اساس ما في بيناتكم شيء وما بتعرف عنك شيء؟ ايه، ما كان في شيء بيناتنا. ما كان؟ ما فهمت، يعني هلا صار في شيء بيناتكم؟ ولك انت بكل عين وقحه واقف قدامي وعم تدافع عن عشيتك خليل، شو صاير لك انت؟ انا سكتت لك بس لاعطيك وقت لتفكري بحالك وتقوي حالك، مش لانه خايف منك. بعرف ما في مجال إلا ما تتخبصني مثل العادة. برأيك أنا خايف منك لأنك هددتيني بخيّة؟ إيه؟ برأيك خيّة إذا عرف أنه أخته رح تاخد واحد من بيت الظاهر رح يخلص عليها ولا عليكي؟